اتفضل يا ناجي اتفضل. ها تشرب ايه؟ لا متشكر ما بشربش. طب نشرب عصير؟ ماشي. ها مش هتقولي بقى الامن كان بيطاردك ليه؟ عشان عايز اوصل للحقيقه. حقيقه ايه؟ حقيقه الوحي. لا معلش مش فاهمك. انا هنا مخصوص علشان ده. ده ايه سي ده؟ بيتشحن بالشمس على طول وبيدي 10 اضعاف الطاقه اللي بيديها المكعب العادي بتاع انرجي كور. طبعا كانوا بيحاربوك مش عايزينك تعمله. بالظبط. وهنا عايزينه؟ جدا. هما قالوا لي ان هم عايزين يحلوا مشكله الطاقه اللي في العالم، والمفروض ان انا هنا مخصوص عشان كده. هو انت مثالي بقى. طب اتفضل اتفضل كمل. وبعدين قالوا لي انهم لازم في الاول يعملوا درع من الطاقه عشان يحمي الواحه من اي هجوم متوقع من انرجي كو. هجوم من انرجي كو؟ عظيم عظيم. بس فالمفروض ان احنا بنعمل كميه مهوله من الاي سي ده عشان نوفر الطاقه للدرع اللي هيحمي الواحه من انرجي كو. اللي انا عايز افهمه بقى ازاي انرجي كو هتهاجم الواحه ورئيس انرجي كو وابنه عايشين فيها؟ ده رئيس انرجي كو فرع تكتل القدس واوروبا ورئيس انرجي كو فرع تكتل شرق اسيا، الاثنين عايشين مع بعض هنا عادي. ايوه ازاي هيهاجموا المكان اللي هم قاعدين فيه؟ انا هتجنن، عايز افهم. طب انت عايز تفهم ليه يا زيد؟ طب ما تعمل بيقولك عليه وخلاص بقى. اه انت مثالي صحيح وهتتعبنا. مش مثاليه، اي حد غيري كان هيعمل كده. طب بص بغض النظر عن الكلام ده انا هقول لك الحقيقه. يعني على اعتبار ان انت كسبت وانا وعدتك انك لو بتكسب جاوبك على كل اسئلتك، بس انت عارف نفسي الاقي زرار لو دوست عليه انهي فيه العالم، مش هتردد لحظه. الواحه زين مش مكان معنى بانقاذ البشريه. الواحه ملجا وملاذ للاغنياء اللي زي ابويا وزي ابو الحساب. طيب وازاي الاغنياء بيعرفوا مكان الواحه؟ لما بتوصل لدرجه معينه يعني من السلطه والقوه والثروه هم بيتواصلوا معاك يقول لك تعالى عيش معانا. وفي عائلات كتير على فكره عارفه سر المكان ده، بيلموا بعض وييجوا يعيشوا هنا. لكن عشان ينقذوا العالم؟ ليه؟ لا طبعا، استمرار المشاكل والخراب اللي بره ده هو اللي بيضمن لهم استمرار مشروعهم. مشروعهم؟ الواحد مشروع اللي عايزين يبعدوا عن المشاكل ويهربوا من الحرب اللي جايه. بييجوا هنا وبيدفعوا مبالغ كبيره جدا. حرب ايه بقى؟ اذا كانت انرجي كو مش هتهجم على الواحد. لا لا الحرب كده كده هتحصل. كل الدلائل والكلام اللي بيتقال هنا بيقول ان اكيد هيحصل حرب. هم من حقهم طبعا يدافعوا عن نفسهم ويبنوا الدرع اللي انت بتقول عليه ده. بس واضح ان هم عارفين ميعاد الحرب عشان كده بيستعجلوك. طب وايه اسباب الحرب دي؟ الموارد. العالم بيعاني من نقص حاد في الموارد ودي حاجه بتزداد سوءا يوم عن يوم. واللي متحكمين في كل حاجه مستحيل يتنازلوا عن امتيازاتهم عن ثرواتهم اللي عملوها من دم الناس ومن شقاهم. وكل ما الموارد دي هتقل كل ما الامتيازات هتزود العبء. العالم كله يا زين بيدور لحساب عدد قليل جدا من العائلات والشركات. اللي عشان تفضل تكسب لازم العالم يفضل في تخلف وفي فقر وفي جهل وفي التلوث ده. وده طبعا حاجه دايما نهايتها الخراب والدمار. ايوه بس دي مش معلومات. ده تحليل الاسباب اللي ممكن توصل العالم للحرب. انت عايز معلومه يعني محدده يعني؟ اقول لك يا سيدي. الكتلة الشرقية اللي هي الصين والتكتلات اللي حواليها عايزين يحاربوا الكتلة الغربية اللي هي أوروبا والقدس والعالم العربي اللي أنت جاي منه. بس عارف إيه أكتر حاجة بقى بتضحك في الموضوع ده؟ الحقيقة أنا مش شايف أي حاجة تضحك. لا في حاجة تضحك بس أنت مش واخد بالك. أقول لك؟ أقول لك رئيس الكتلة الشرقية ورئيس الكتلة الغربية الاتنين جيران. الاتنين قاعدين هنا. مش بقول لك نفسي ألاقي الزرار ده وأدوس عليه وأنهي العالم، مش هتردد لحظة يا زين. كل حاجة كنت فاكر إني جاي هنا عشان أعملها اتضح إني بعمل عكسها. كل أحلامي ومحاولاتي إني أنقذ الناس انتهت بكابوس. مش قادر حتى أبتدي أفكر في حل. مش قادر أشوف أي ضوء أو أمل. الدمار والخراب جايين، إعصار رهيب عمال يتكون بقاله سنين وهيدمر ويبلع كل حاجة في طريقه. وأنا لوحدي.